لأن البيان جاء بصيغ ألف باء جيم ألف، البيان الكلي، وذلك بورود آيات قرآنية مقعدة لقواعد يمكن أن نفرع منها فروعا، كقوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه الآية ترسخ لمبدأ الوفاء بالالتزامات، وممكن أن نستخرج مئات الفروع من هذه الآية الواحدة لأن بيانها كلي. كي قال ربي: ولا تزر وازرة وزر أخرى. القاعدة القانونية تقول: الجريء العقوبة شخصية، لا نعاقب شخصا بجريرة غيره. أنا عمي عندك. كي قال الله تعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تخرج جملة من القواعد، من هذه القواعد التثبت والتبين، من هذه القواعد الأصل البراءة، البراءة الأصلية، من هذه القواعد لا يفسر الشك لصالح المتهم، من هذه القواعد كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. كي نقرأ قوله تعالى في سورة البقرة الآية 173، ربنا قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقول الله عز وجل في سورة المائدة الآية 3: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. نستنبط منها جملة من القواعد الفقهية، مثلا: الضرر تبيح المحظورات، والضرر تقدر بقدر إلى آخره، والضرر يزال والضرر لا يزال بمثله. خدمة ونجيب لها حديث ذكرنا تاع الموطأ: لا ضرر ولا ضرار. خدمة إذا جمعت الخير، هذا تشريع، إذا الخير ربي ما شاء الله. لذلك سادتي، أنا أشرت الآن إلى الإعجاز التشريعي في المجال الاقتصادي، في المجال كذا، في جميع المجالات. هذا بيان كلي، كاين وين بيان تفصيلي. نعم، ربنا قال في القرآن كما في سورة النساء الآية 7 وما بعدها، إلى أن قال الله عز وجل: بل للرجال نصيب من ترك الوالدين والأقربين إلى آخر. التشريع في صميم علم هذا علم الفرائض، دقيق جدا، علم حسابي رياضي في غاية العمق والدقة. وبعد: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، دوتير اثنين على ثلاثة، وإن كانت واحدة فلها النصف واحد على اثنين. وبعدين: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أن سيزيام أن سيزيام ما ليس على الدرية مورس، وإن لم يكن له ولد ورثه وأبوه فلأمه الثلث، معنى الثلث الأم والأب يرث، الباقي تعصيم بصفة باعتباره عاصبا. أو في خدمة كبيرة، هنعميه جيب لي أكبر عالم رياضي حسابي يدل كل احتمالات نتاع الدنيا، يأكل probability du monde، عالم راهي موجودة في هذه الآية، غير ربي اللي يقدر يقول هكذا، برك سوى ربي سبحانه، واحد آخر ما يقدر. إذن هذا بيان تفصيلي، وكان أمثلة أخرى، وكان وين البيان ما جاش كلي، ما جاش تفصيلي، كان بطريقة أخرى مجمل يحتاج إلى تفصيل من السنة فقط. نعم، كقوله تعالى في سورة البقرة الآية 110: وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة. مي كيفاش نصليو؟ هذه غير الرسول اللي يقولها صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا كما رأيتم من أصلي. تعرفوا كل هذا الشيء. إذن جماعة الخير، هذه كلها العلوم تتكامل يوث يوث مع الوقت، من بعد المخي كانت يفهمك أو يفهم ما تيسره.